السلام عليكم. السلام عليكم. خمسة وخميس علينا ولا كبس. سيد رئيس قدم لك المجموعة محرز النقاش عن مجموعة تونس، رشيدة ولاية سليانة ومجموعة تونس. لقينا حفاوة وطرحات، والحمد لله الكلمة اللي قلتها أنت اللي قلت القصر ولا الجميع التونسيين دخلت القصر اللي تعلمنا احنا اليوم الشعب. احنا نيابة على الأمهات الكل، احنا نتحكم احنا لحظة بإن تضغط فيها في مكان فيس طرش، ونعرف تونس اللي تويك في أيدي أمينة. السلام عليكم. حظينا بقبول حسن من سيادة الرئيس، حسينا بنخوة واعتزاز كأمهات المفقودين من لحظة اللي دخلنا الباب القصر بالحفاوة وبالأخلاق وبرفعة المعاملة وبإنسانية سيد رئيس اللي بكى على أولادنا أكثر من اللي بكينا أحنا كأمهات، نحسوا بالفقد وباللوعة على أولادنا. نحب نوجه كلمة شكر لي هو بصفة خاصة لسي حمادي جبالي اللي استقبلنا وسع باله ومعانا برشا، لسي رفيق عبد السلام وزير الخارجية اللي من ماله الخاص تبنى خروج العائلات الإيطالية، لسي تهام العبدولي كاتب الدولة ولسي كاتب الدولة للشؤون الأوروبية، لسي عبد الرحمن بن منصور قنصل تونس بباليرمو، المدام سعاد عن حركة النهضة اللي هي وسعت بالها وقبلتنا في المجلس التأسيسي. ما ننساش سي حما الهمامي ومدام راضية مرتو وجميع الألوان وجميع الأطياف السياسية، وسي عبد الرحمن الهذيلي اللي وقفوا معنا. نحب نقول القناة التونسية اللي سجلت معنا في برنامج عندي ما نقولك بربي بربي بربي، الإعلام منا وإلينا مش هما يقصوا ويقولوا الحكومة قصتنا. أنا متفكرة وعندي ما يثبت اللي أنا قلت نخليه الحكومة تخدم، وشكرا للناس اللي عاونتنا. الإعلام نحبوه يرجع إعلام المواطن، منا وإلينا هذوك مولادنا، واللي يعرف عمل حاجة في روحه ينظف روحه وحده، ما يخليش حتى المواطن يجي وملتاع ويقابل الرئيس وبعد يخرج بتصريح يعني اللي قاعد يسمعه عكس اللي راه فيه. خليه تونس بخير وخليه تونس تخدم. نحب نقول احنا كأهالي راس الجبل ساعة كجينا نيابة على الأمهات الكل، نحب نتوجه زادة من هنا بنداء بربي 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 كيما تبدلوا الولات ينقذوا راس الجبل من معتمدها ويبدلوا برشا معتمدين. هذا نداء سي علي العريض، إن شاء الله ما يتقصش. كيف كيف رجالات الأمن مشكورين اللي وقفوا معنا، أما زادة اللي ظلمنا ولا مد يديه في الاعتصامات ولا ضرب ولا عمل حاجة ولا اللي عنده حاجة مع مواطن
قبل ما نوصلوا للمصالحة معاهم هو يحاول باش يبدل سلوكه باش أنا نمد له يديا، قبل ما أنا نمد له يديا هو يتصالح ويفهم اللي راهو عهد الظلم مشاء، راهو مش خطاب بن علي نتاع 87 لظلمة بعد اليوم وظلم 12 مليون تونسي، راهو بالحق توا كي نخليو تونس تخدم ويعاونونا ونتعاونوا ونخليو هالحكومة تنجح وهالرئيس الفاضل هذايا ينجح. وبربي بربي بربي نحب كلامي الكل يتعدى. شكرا سيد رئيس، شكرا لكل من عاوننا. تحيا تونس، تحيا ورجال تونس نظاف، الإعلامي نظيف ورجل الأمن نظيف والمواطن نظيف والزوالي، وحتى احنا كي نغلطوا في حق بعضنا الزواولة نعديوا لبعضنا، هما بربي نخليوا دفة بلادنا تخدم باش يظهروا وليداتنا هذوما نتاع الهرس للبوليسية وفي جرتهم هما ولاد تونس الكل، ولا ضاع حق وراءه طالبه. شكرا لكم وبارك الله فيكم، والحمد لله اللي قصر ولينا نتجولوا فيه. وبربي كلمة برك، تحية شكر لدار شباب راس جبل والبلدية راس جبل اللي معانا من نهار اللي تفقدوا أولادنا اليوم الناس هذا. بارك الله فيكم.